مصطلحات مهمة في إدارة وتصنيف المجلات المستوى الثاني. نبدأ بمصطلح أتمنى تعرفوا عليه، مصطلح الأوثر رايت، حق الباحث العلمي. هو إعلان عالمي بحق الباحث العلمي، حقه في أنه بحث يقيم من قبل مختصين، ما يتأخر تقييم البحث، لا يرفض البحث لأسباب غير معقولة، عدم رفض البحث بعد فترة طويلة يعني بدون مقدمات بدون أسباب. على سبيل المثال خلال أسبوع المجلة ترفض البحث إذا لم يكن ضمن تخصص المجلة. ما معقول يعني بعد 3 أشهر المجلة تكتب ليس ضمن تخصص المجلة. هذا كله موجود بإعلان حق الباحث العالمي. ممكن تكتب على الإنترنت أوثر رايت أو ريسيرشر رايت تلقي عنه معلومات. هو إعلان مهم، أنا برأيي إعلان مهم ويهمنا كلنا، كنا نعاني من هاي مشكلة حق الباحث. أيضا من المصطلحات المهمة اللي نشرحها بالمستوى الثاني برامج إدارة المجلات. ما هي البرامج المستخدمة في إدارة المجلة؟ مجلة تحتاج إلى برنامج، ليس فقط مثل ما بعض المجلات تسوي موقع إلكتروني عبارة عن معلومات عن المجلة فقط، لا، يجب أن تكون موقع المجلة فيه إدارة للبحوث بحيث الباحث يعرف أين وصل بحثه يوميا، يعرف ما يعرف هل البحث ذهب إلى المقيمين، رجع من المقيمين، عليه ملاحظات ما عليه ملاحظات. الباحث كل صفحة على موقع المجلة يقدر يعرف كل هذه التطورات. نفس الشيء رئيس التحرير لازم يعرف كم بحث عنده، كم متأخر، كم بحث متأخر عند المقيمين، كم بحث يحتاج تدقيق، كم بحث يحتاج قبول نشر، كم بحث يحتاج نشر، وهكذا. إذن مثل ما ذكرنا المجلة تحتاج إلى برنامج دايناميك مش ستاتيك، يعني متغير، مو معلومات ثابتة عن المجلة، يحتاج إلى برنامج إدارة. من البرامج المشهورة OJS اللي هو Open Journal System، هذا أنشأته Public Knowledge Project PKP، هو برنامج مجاني لكن استخدامه شوية صعب وتحديثه أيضا صعب. Scholar One أنشأته Clarivate، برنامج حديث ويولد كل ما تعرفون، يعني إحنا خلال هذه الدورة يعني المشتركين دائما يسألون على رابط الفضول، سوينا حل أنه نفس الرابط نفس الرابط لكن كل يوم نحط أسئلة مختلفة لأن وجدنا حل. نفس الشيء برامج إدارة المجلات توجد مشاكل وتوجد لها حل، بالتالي البرامج إدارة المجلات تطورت. يعني سكولر وان هو أكثر البرامج تطورا في حلول لكل المشاكل اللي تواجه. يعني من ضمن الأشياء الأساسية لدى المجلات أن لا يعرف الباحث أسماء المقيمين ولا يعرف المقيم أسماء الباحثين. كيفية إدارة هذه العملية بأفضل طريقة، ما هي المشاكل، ما هي الفروقات اللي ممكن تحدث. مثلا الباحث يكتب اسمه داخل البحث مثلا على صورة في المختبر أو على شيء، بالتالي يخترق هاي السرية الموجودة، فكيف هاي البرامج تعالج هاي المشكلة. بعض المشاكل المتعلقة في عدم فهم الباحث لخطوة معينة فيتخذ خطوة خاطئة لأنه ما فاهم هذه الخطوة، فالحل إما نستخدم خطوة بديلة أو نوضح هذه الخطوة أكثر أو نعمل تنبيه للباحث إذا عمل خطوة معينة، ننبه الباحث على خطوة يقصد بها كذا كذا، يجب أنه تعملها بشكل جيد. إديتوريال بورد عن شهادتي السفير، إديتوريال بورد عن شهادتي السفير بميزات كثيرة مهمة، ويعتمد على برنامج النيت اللي هو برنامج تصميم المواقع وفق الويندوز، اما سكولر وان يعتمد على تصميم المواقع وفق لينكس. لينكس افضل يعني مشاكله قليله خروقات اقل. برامج اي اس بي اللي تعتمدها سوفير مشاكلها اكبر لكن هم عندهم اكيد كادر متخصص لحل المشاكل. ديجيتال كمان انشاتها مؤخرا السفير لغرض جذب مجلات اكثر باعتبار سعره اقل بكثير من اديتوريال بورد. على سبيل المقارنه اديتوريال بورد $50,000 بالسنه اشتراكه، بينما ديجيتال كومن ممكن يكون $7,000 $5,000 $19,000 وهكذا. الايداس انشات تعالى تربل اي، يعتبر ارخص من الديجيتال كومن
وخدمات جيدة يعني في إدارة المجلات والمؤتمرات. هي صورة سكولر وان اللي سابقا هو فمس الراوتر حاليا كلاريفير. هي صورة الأو جي إس، ذكرنا أنه هو نظام إدارة مجلات مجاني، سهل مش سهل، صعب الاستخدام، صعب التحديث، لكن هو مجاني وبإمكانيات كثيرة. بالإضافة أنه أو جي إس هو ليس فقط لإدارة المجلات، أو جي إس هو إدارة و فحوصة المجلات، مشاكل صعوبة استخدام، مشاكل في التحديث والتعديل، هذا هو الرمز مال او جي اس. بعض المجلات تستخدم او جي اس، مجلات عالمية كثيرة تستخدم او جي اس، لكن كثير من المجلات تستخدم الاصدار القديم لان يعني التحديث فيه مشاكل وقد تفقد معلومات. تستخدم الاصدار القديم، هسه نشوف من صورة الاصدار، هذا واحد صور الاصدار القديم يعني من او جي اس. كثير من المجلات فقط على الاصدار القديم لوجود مشاكل بالتحديث. مجلات استخدمت نفس الاصدار القديم لكن حطت له ثيم جميل حتى شوي تجمل من شكل البرنامج. اتحاد الجامعات العربيه اشترى يعني براند خاص به من الديجيتال كومن من السيفير، وبدا يوفر استضافه للمجلات العربيه بسعر 5000 دولار، اما اذا تروح الى السيفير اقل سعر تحصل 7000 دولار او 14000 دولار. من اتحاد الجامعات العربيه ممكن 5000 دولار اذا ساعدنا الدكتور محمود عبد العاطي عند احدى المجلات كيو 2 سكوبس مشتركه ضمن هذا البرنامج، ضمن برنامج اتحاد الجامعات العربيه، وهو دكتور محمود اعتقد هو رئيس تحرير هذه المجله وهي ما شاء الله كيو 2 في سكوبس. نجي على مصطلح مهم الامباكت فاكتور، مرينا عليه بالمستوى الاول، هنا بالمستوى الثاني راح نركز عليه اكثر. تاريخ الامباكت فاكتور قديم يرجع الى 1950، اعتقد 75 سنه كان يستخدم بشكل واقعي قبل ايضا الانترنت لتقييم الدوريات. بعدين استخدمت اول من استخدم بشكل الكتروني هي الاي اس اي اللي بعدين سميت بالتومسون راوتر. طبعا تمنينا كان محاضره الدكتور محمود يشرح كل التفاصيل التاريخيه لهذا الامباكت فاكتور بشكل مفصل في محاضرتنا ان شاء الله على الايام القادمه. يقصد بالامباكت فاكتور هو السيتيشن خلال السنه الثالثه للبحوث المنشورة بالسنة الأولى والثانية على عدد البحوث المنشورة بالسنة الأولى والثانية. يعني أحتاج إلى 3 سنوات، سنة أحسب بها citation وسنة أحسب بها عدد البحوث، سنتين أحسب بها عدد البحوث. أعتقد أنطينا معلومات كثيرة، نشوف إذا في سؤال على الشات. خلينا نشوف إذا في سؤال على الشات. هنا سؤال: كيف يمكن تجاوز مشكلة رفض البحث بعد فترة طويلة واستفادة من مصطلح حق الباحث؟ هو حق الباحث هو إعلان عالمي صار سنة 2018، يحتاج إلى جهود، يحتاج إلى جهود من أجل أن يفعل. هذا هو جهود باحثين عالميين أصدروا قرار حق الباحث، يحتاج إلى دعم، مؤسسات، جامعات حكومية، وزارات تدعم. إحنا ساعين في تفعيل حق الباحث العالمي. دكتور محمود عبد العاطي اليوم في مؤتمر في مصر وعدنا بأن يدعمنا في تفعيل حق الباحث العالمي في كل الميادين اللي هو حضرته يديرها وفي كل في اتحاد الجامعات العربيه. بعض المؤسسات تمنح برامج بسعر مخفض لكل المجلات التي تلتزم بحق الباحث العالمي، بالتالي تقدم تخفيضات للمجلات تلتزم بحق الباحث العالمي. هاي احدى الخطوات من اجل تفعيل حق الباحث العالمي، مهم جدا ويجب ان يفعل حق الباحث. سنتين لكلاريفير، 3 سنوات لسكوبس. الامباكت فاكتور هو 3 سنوات، سنتين احسب عدد البحوث وسنه احسب السايتيشن، صار 3 سنوات. سايت سكور 4 سنوات. هنا سؤال يسال: ما الفرق بين سكولر 1 واديتوريال بورد؟ هل نبدي من البدايه؟ الفرق سكولر 1 هو انشاته كلاريفير، اديتوريال بورد انشاته السيفير. سكولر 1 يعتمد نظام لينكس واديتوريال بورد يعتمد نظام ويندوز في برمجه المواد. سكولر 1 احدث من اديتوريال بورد، هاي الفروقات اللي تحضرني الان. قلنا الامباكت فاكتور هو 3 سنوات. اجت سكوبس ما رضت تستخدم نفس الامباكت فاكتور حتى حقوق النشر، استخدمت السايت سكور نفس تعريف الامباكت فاكتور لكن ل4 سنوات. 3 سنوات نحسب عدد البحوث وسنه واحده نحسب عدد السايتيشن للبحوث المنشوره ب3 سنوات، يعني المجموع الكلي يصير 4 سنوات. بالمناسبه هاي العام، هذا العام سكوبس غيرت تعريف السايت سكور
من السايتيشن مثلا لهذا المثال سايتيشن سنة 2015 سويت السايتيشن في الأربع سنوات على عدد البحوث في العالم. طبعا مو هذا المنطقي أكثر يعني، لكن تعريف الإمباكت فاكتور بهذا الشكل فالسايت سكور كان يشبه تعريف الإمباكت فاكتور. حاليا أعادة سكوبر تعريف الإمباكت فاكتور سايت سكور بأنه سايتيشن للأربع سنوات على عدد البحوث للأربع سنوات. هذا مثال على ها فاير إمباكت فاكتور هي وضعتها كلاريتي. لارجت شافت انه سكوبس وضعت السايت سكور افضل من امباكت فاكتور، فرجعت كلاريفيت وضعت فايف يير امباكت فاكتور، يعني بدل ما تحسب لاربع سنوات مثل سكوبس بدأت تحسب لخمس. نفس التعريف لكن زيادت عدد الاي 10 اندكس هو عدد البحوث التي لها استشهاد اكثر او يساوي 10. هذا المقياس من وضع اي 10 اندكس؟ جوجل وضعت، مو جوجل سكولر، جوجل، يعني لانه جوجل سكولر هو الباحث العلمي لجوجل، فجوجل هي اللي وضعت هاي 10 اندكس وضعته داخل موقع جوجل سكولر. اذا تعرفون ما هو الهاي 10 اندكس ومن وضعه جيد جدا. ناس سؤال يقول هل توجد دورات مجانيه لبرامج اداره المجلات؟ بصراحه على حد علمي لا توجد دورات مجانيه. تحتاجون دوره عن اداره برامج اداره المجلات ممكن نخصص لكم دوره، بس لازم تحددون جهة راعية، جامعة حكومية ترعى الدورة، مو ترعاها يعني ماديا تعطي مكافآت للمحاضرين، ترعاها معنويا، جامعة حكومية، جامعة أهلية أو مؤسسة بحثية رصينة ممكن ترعى هاي الدورة، ممكن تسوي دورة لكيفية إدارة المجلة من الداخل. دائما كلامنا احنا نحكي عن المجلة من الخارج، لكن من الداخل كيف تدار المجلة؟ ما هي البرامج المستخدمة؟ يحتاج لها تعمق، يحتاج لها دورات متخصصة. أيضا جوجل سكولر حطت مقياس H5 إندكس وH5 ميديان، هاي دائما نجيبها بالمستوى الثاني، نجيب سؤال احسب H5 إندكس واحسب H5 ميديان لمجلة معينة. H5 إندكس هو نفس H إندكس لكن لآخر خمس سنوات، يعني هذا أعطاك أمثلة لبحوث، استبعد البحوث القديمة وخذ آخر خمس سنوات واحسب الـ H index، هو راح يطلع H5 index. H5 median من هاي البحوث اللي اختاريتها وحسبت H5 index، خذ البحث الوسطي هو هذا H5 index. هسه نشوفه بالمثال، هذا مثال مثلا مجلة آخر خمس سنوات بها ثلاث بحوث بها citation عالي، زين؟ البحث فال H5 اندكس مالتها هو 3، المتوسط H5 اندكس 7، البحث الوسطي سيتيشن مالته 7، فهذا هو ال H5 اندكس و H5 ميديان. هاي مجلة، هاي مجلة بيها ثلاث بحوث، يعني البحث الرابع السيتيشن مالته اقل من 4، البحث الرابع السيتيشن مالته اقل من 4 فما اخذناه، لا دام نريد السيتيشن اعلى من تسلسل البحث، فرجعنا على البحث الثالث. اذا البحث الثالث هو الاتش اندكس في اخر خمس سنوات، هو الاتش اندكس مالته 3. لو هنا مثلا البحث الرابع كان السيتيشن مالته 4 كانت الاتش اندكس 4. البحث الرابع ما وضعناه، دكتور محمد يقول ما وضعناه لان السيتيشن مالته اقل من التسلسل، اخذناه بالمستوى الاول. اذا السيتيشن اقل من التسلسل حتى لو وضعناه ما راح يفيدنا، لازم السيتيشن يساوي اكثر من التسلسل، من تسلسل البحث. فعندنا اضطرينا نرجع للبحث الثالث اللي هو السيتيشن مالته اعلى من تسلسله، هو هذا الاتش اندكس بالنسبه لاخر خمس سنوات، يعني يجوز بحوث أقدم من خمس سنوات بها سايتيشن ملائم، نقدر ناخذ البحث الرابع والخامس والسادس. الآن كملنا كيف يعني ونفس طريقة حساب الـ H Index لكن لآخر خمس سنوات. البحث الوسطي، البحث الوسطي ايش قد السايتيشن مالته؟ 7، لأن هو H5 متوسط H5 اللي هو H5 ميديان. السايتيشن للبحث الذي يقع في المنتصف، البحث الذي يقع في المنتصف وهذا H5 ميديان. كلكم تعرفون هذا صفحة الجوجل سكولر. من داخل الجوجل سكولر ممكن أضغط ملف الشخصي يطلع لي أبحاثي أنا الخاصة بي،
وطلع لي الاتش اندكس تبعي وعدد السيتيشن الكلي. ايضا بجنب البحث العلمي اكو خطوط متوازيه، هاي تعني قائمه، اذا ضغطت عليها راح يطلع لي المقاييس، اذا تستخدم انجليزي راح يطلع لك ماتريسز، ماتريسز يعني المقاييس، ماتريسز بالانجليزي، مقاييس بالعربي. واضح لحد الان؟ اعيد، نفتح جوجل سكولر، نضغط على قائمه جوجل سكولر، نختار المقاييس، المقاييس بالعربي، المقاييس ماتريسز بالانجليزي. هنا يعطيك لكل مجله، لكل مجله ايش قد الاتش 5 والH5 ميديا. طيب إذا أريد أبحث عن مجلة معينة، أروح إلى بحث، أكتب اسم المجلة، أضغط على خانة البحث، يطلع لي هاي المجلة معلومات عنها، الH5 5 ومتوسط H5 8. خلينا نعطيكم واجب حتى يكون الشرح أوضح. مجلة ديالة للعلوم الهندسية، ديالة جورنال فور انجينير اوف انجينيرينج ساينس، ممكن توجدون ايش قد اللي نعطيكم اربع دقائق. اذا عندنا اجابات صحيحه، سبعه وثمانيه الاجابه الصحيحه، ممتاز، يعني ما عندنا مشكله في ايجاد الاتش 5 والاتش 5 ميديم من جوجل سكولر، لكن قد يكون لديك مشكله في حسابهم، فهو نفس حساب الاتش اند اكس لكن لاخر خمس سنوات. بالنسبه للسايت سكور كان سؤال، خلينا نجاوب على هذا السؤال. سايت سكور سكوبس، سايت سكور لمجلة اسمها سيل، طبعا تبحث عن المجلة، بس هاي المجلة ما تبحث عنها لأنها موجودة في الصفحة الأولى، المجلة سيل راح نضغط عليها. السايت سكور ل 2020 كان السؤال هو 63.4، ما أعرف ليش بعض المشتركين كاتبها 4.1 ويصر أنها 4.1. أكو مجلة أخرى اسمها سيل جورنال، يجوز يجوز يقصد هاي المجلة، يعني هذا السؤال تكرر من الحضرة السابقة، قد يكون 4.1 لغير سنة، ولو ما اعتقد المجلة 4.1. السايت سكور تراكر هذا مصطلح جديد انشئ بال 2020 تقريبا من قبل سكوبس، انه يحسب كل شهر، كان سابقا المجلة تنتظر تنتهي السنة حتى تعطى السايت سكور ل 2020، حاليا 2021 كل شهر يحدث السايت، يعني المجلة ما تنتظر إلى أن تنتهي 2021 حتى تحصل على السايت سكور، فيبقى يحدث السايت سكور. فإذا وجدت أمام سايت سكور تركه، معناته يقصد به أنه السنة الحالية، يعني ما يصير أكتب سايت سكور تركر 2020، 2020 انتهت، لكن ممكن أكتب سايت سكور تركر 2021. عندما تنتهي سنة 2021 سايت سكور تراكر يتحول اسمه الى سايت سكور، وبعد ما يتغير هنا كل شهر يتغير السايت. 63.4 هي السايت سكور ل 2020، موجوده سايت سكور ل 2020 63.4. بالنسبه للسايت سكور تراكر هو يتغير كل شهر، هذا معنى سايت، الى ان تنتهي السنه الحاليه يتوقف السايت سكور تراكر، يصير سايت سكور ليس سايت سكور تراكر. سابقا كانت سكوبس تحسب كل سنة، الآن كل شهر تحدث، الآن تنتهي السنة يثبت السايت سكور. أتمنى يكون واضح. الآن مصطلح آخر عندنا SNIP. SNIP ما هو SNIP؟ SNIP هو Source Normalized Impact Fair Paper. Source Normalized Impact Fair Paper، شرح مالتها يشرح هنا. Source Normalized Impact Fair paper measured actual citation received relative to citation expected for serial subject field. اذا يتضمن معنيين، اولا citation حقيقي، يعني بعض citation يكون غير حقيقي، وفي نفس التخصص، يعني citation اللي ياتي للمجله من مجله اخرى ذات نفس التخصص، فهذا هو المقصود بال SNIP source normalized impact per paper. impact per. اما رياضيا كيف يحسب ما موضحين هنا، رياضيا كيف يحسب رياضيا، حتى لما اعطانا محاضره استاذ وائل المنصور موفر استاذ هذا شرحها بهذا الشكل، ما اعطى رياضيا كيف. اي مثل ما ذكرت احد المشتركين شارك لنا الشاشه اللي هي سيل جورنال، هي ليس مجله سيل، هاي اسمها سيل جورنال، سيل جورنال، اكو مجله اسمها سيل فقط،
مجلة أخرى اسمها سيل جورنال، يعني مجلتين مختلفة. هذا هو. خلينا نبقى في نفس الصفحة اللي تتكلم عن المجلة، هاي المجلة. خلينا نشوف شكو معلومات أيضا عن المجلة، لأن من الأسفل راح نلقى السايت سكور رانك. سايت سكور رانك، ما هو المقصود بالسايت سكور رانك؟ سايت سكور رانك، سايت سكور رانك 2020. لاحظ هاي المجلة هي واحد من 240، يعني هي ضمن Q1، هي ضمن Q1. وأيضا البرزنت نسبة مئوية 99%. هاي المجلة ضمن الربع الأول، ضمن الربع الأول في سكوباس. المجلة متى توصل تطلع من الربع الأول إلى الربع الثاني؟ نأخذ الرقم 204 ونقسمه على 4. 204 تقريبا راح يطلع 200 تقسيم 4 50 51. المجلة 52 هي عبرت من Q1 إلى Q. طبعا SJR، موقع SJR يعطيني Q مباشرة، بس يختلف عن Q اللي تستخدمه سكوبر. إذا لما نسأل عن رانك للمجلات يختلف عن SJR عن سكوبر. هنا أيضا سكوبر تعطيك عدد السايتيشن على عدد البحوث، لكن في النسخة غير المجانية من سكوبس ممكن تطلع على البحوث، هنا ما ممكن تطلع على البحوث، ويعطيك فقط أسماءها، ما تقدر تحملها أو تأخذ الأبستراك مالتها وهكذا. يعني نحن نستخدم سكوبس النسخة المجانية. النسخة غير المجانية هي اللي ممكن تحصل بها على معلومات أكثر عن المجلة، معلومات عن المجلات اللي تستخدم هاي المجلة كمصدر، عن البحوث اللي تستخدم هاي المجلة كمصدر. واحد هذا المشتركين يقول مثل نسبة النجاح بالضبط، إيه يعني المتخرجين من الربع الأول من الأوائل، يعني الربع الثاني الربع الثالث الربع الأخير، نفس الطريقة. يعني أخذنا في هذه المحاضرة مصطلحات مهمة، أخذنا إعلان حق البحث العالمي، أخذنا شيء بسيط عن إدارة المجلات، لكن عندنا محاضرات متخصصة تشرح سكولر وان بالتفصيل. المحاضرات القادمة بشكل مختصر محاضرة دكتور أحمد رئيس تحرير مجلة كربلاء للعلوم اللي هي مجلة Q1 في سكوبس، وعندنا محاضرة دكتور محمود عبد العاطي إن شاء الله نسقلها وقت مناسب، ومحاضرة دكتور يوسف المشهداني، ومحاضرة مثل ما ذكرت لكم عن برنامج سكولر وان، إنه برنامج حديث في إدارة المجلات. وإذا بقى مجال ممكن البرامج، يعني أنا وصي بسكولر وان، لكن سكولر وان مكلف $50,000 بالسنة، يعني لا المشكلة. برامج إدارة المجلات غالية جدا، OJS مجاني لكن استخدامه شوية مزعج على المستخدم. ربما أنت كمدير تحرير تستخدمه وتتعلمه، لكن الباحثين يعني صعب يتعلمون. السؤال هنا يقول كيف احسب SJR Q؟ SJR مباشرة، مجرد ما تكتب اسم المجلة هو يعطيك Q1 Q2، مو مثل سكوبس. سكوبس ما يتكلم بشكل صريح عن Q1 SJR. ادخل على موقع SJR واكتب اي مجلة يكتب لك Q1، هاي المجلة Q1. هنا سؤال يقول هل افضل مجلة ان تختار برنامج سهل؟ طبعا البرنامج السهل راح يوفر عليها إدارة المجلة الأسئلة الكثيرة من الباحثين، كيف أستخدم البرنامج، كيف أقدم البحث. المجلات الرصينة ما يهمها، يعني تستخدم أي برنامج كان. يعني المجلات البدائية يجب أن تستخدم برنامج سهل حتى تعرف الباحثين يقدمونها، ممتنين ما عندهم خبرة في تقديم البحوث وتقييمها. سؤال كان عن السايت سكور، يقول السايت سكور تراكم، هو أكيد السايت سكور تراكم والسايت، لكن سابقا كان ما يعلن تراكم، يعلن مرة واحدة بعد ما ينتهي. حاليا أصبح يعلن كل شهر، كل شهر يعلن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ننهي محاضرتنا. شكرا جزيلا لستراندا على الكنترول على